كابتن فاروق جعفر. مساء الفل يا كابتن فاروق. مساء الخير يا ابو حميد، ازيك حبيبي؟ كله تمام، كله كويس. مستمتع انت بكاس العالم طبعا؟ اه النهارده اتمتحت شويه. ما طبعا ما دام البرازيل لعبت. بقول لك ايه، ده وليد الحديدي مراسلنا هناك بيقول لك كان في استاد لوسيل المدرجات كامله 80,000، مفيش كرسي فاضي. اكتر فعلا النهارده اكتر. هم قالوا مش بس اكتر يا كابتن، اكتر مباراه جه فيها جماهير. ده بيقول لك بره الاستاد 20,000 والناس شايله يفط عايزين ندخل المباراه، يعني الناس بتحتاج ان هي مش لاقيه تذاكر ومش عارفه تدخل المباراه بره 20,000. فشوف قد ايه الكوره الحلوه والمنتخب البرازيلي شعبيته عامله ازاي من كل انحاء الجماهير. مفيش من منتخب البرازيل، مفيش دوله بيختلفوا عليها، حتى المنافسين بتوعها فرقه جامده يا كابتن. البرازيل دي طبعا بتتكلم، حتى لما بيخسر يا كابتن مفيش بطوله بتشوفها للبرازيل الا ما بتستمتع، حتى لو خرج او خسر لازم تستمتع وتكتشف لعيب. خلي بالك انت بتكتشف لعيبه في البرازيل. مظبوط. يعني النهارده اللعيب اللي جاب الهدفين ده اكتشاف بقى، ده حاجه ثانيه، ده حد جاي في السكه. قوه وسرعه ومهاره ريتشارلسون كل حد. لعيب كل الفريق البرازيل متوسط الاعمار، صغير، كره سريعه، كره بتشتغل في الملعب بشكل كويس جدا. يا كابتن لغايه اخر دقيقه. امال ايه؟ امال ايه التغييرات اللي عملها؟ تمرير وترقيص ولعب ايجابي كمان طبعا يعني. وبعدين التغييرات انت مش حاسس، بتحس بالتطور، ما بتحسش ان الفرقه قلت. لا يعني ودي ميزه في فريق البرازيل، يعني كل اللعيبه بتحس اللي بره زي اللي جوه. بتطور الاداء. قايمه قويه جدا بصراحه. قوي 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 قوي. وبعدين يا كابتن لاخر دقيقه لعب ايجابي ومستمتع يعني، وعايزين يجيبوا جوال ثانيه. يعني نيمار طلع، انت مش حاسس ان نيمار طلع؟ يعني نيمار النجم الكبير. خالص. انت مش حاسس ان نيمار وبيلعب منتخب مش سهل، المنتخب الصربي ده على فكره هو المنتخب اللي هو خلى خرج البرتغال من الجوله الاولى، البرتغال عارف صف الثاني في تصفيات كاس عالم، على الصرب ده اللي خرج. فمنتخب مش سهل يعني. هو منظم دفاعيا او بيلعب على المنتخب بشكل كويس. يقاوح بقى، ما قدرش يكمل. واللياقه البدنيه بتاعته، خلي بالك اللياقه البدنيه بتاعتهم الشوط الثاني نزلت مع البرازيل، ان البرازيل لعبوا الشوط الثاني كره سريعه جدا. طبعا سرعه، مهاره، قوه، اراده، كل ده موجود في لعيبه البرازيل يعني، وكلهم متوسط الاعمار صغير. طبعا اتفرجت على البرتغال برضو يا كابتن؟ اتفرجت على البرتغال. منتخب ممتع برضو بصراحه. والله انا كنت كل هم كريستيانو ان هو يرد على المدرب. عمل ثلاث حاجات يا كابتن النهارده كريستيانو. هقول لحضرتك عليهم. اول حاجه ارتدى الشاره اللي هو بيطلب فيها توحيد العالم كله، مفيش حاجه اسمها اصل المثليين، اصل الكلام. قال لك ده كلام يعني ما يصحش انه يتقال. مش موافق ليه. كره القدم بتوحد الناس مش بتفرق الناس. ليه نزرع افكار ونزرع شعارات تفرق الناس؟ فهو كان محتاج، فده حاجه تحسب له بصراحه كراجل نجم جاذب للعالم كله، فكلمته بتؤثر في الشباب. طبعاً. الحاجة الثانية ان اللعيب الوحيد في التاريخ اللي خامس كاس عالم على التوالي يجيب جوال. وجاب جول. خامس كاس عالم مش يشارك بس ويجيب جوال، يعني هو من 2006 لغاية دلوقتي 2022 بيجيب جوال. بالظبط صح. فالحاجة الثالثة انه في السن ده بيقود البرتغال وبيكسب النهارده منتخب غانا، منتخب مش سهل. فعامل وبعدين بيقول لك رايح النصر السعودي عاملين له عرض 225 مليون يورو. طيب انا الحاجة بقى الرابعة. ايه بقى؟ انه حبيبك. ان كل العالم متعاطف، كل العالم متعاطف معاه. طبعا كريستيانو يا كابتن يعني في الاخر يعني التاريخ، شوف بقى التاريخ هنا طبعا بيكون بيشفع لاي حاجه طبعا. وقناعه الناس بادائه وبقوته وباستمراره في الملعب ومش عايز يبطل، عايز هو يفضل يلعب طول ما حاسس ان هو عنده القدره ان هو يكمل فبيكمل المشوار. طبعا النجم نجم يا كابتن. طبعا امال ايه يعني. هو اللعيب لما بيدي النهارده، ميسي لما خسر من السعوديه الارجنتين، الناس متعاطفه مع ميسي رغم انه ما عملش حاجه طول الماتش، يعني ما فيش خالص حاجه. بالظبط. فطبعا التاريخ الواحد تاريخه بيشفع له، النجم نجوم كبار طبعا يعني بصراحه طبعا. يعني هو صنع بقى التاريخ. انما كريستيانو كان عكس ميسي، كريستيانو النهارده كان ايجابي مع البرتغال. بالظبط. ميسي دلوقتي على فكره، ميسي انا في اعتقادي ان هو مصاب، هو مش فت. وعلى فكره زي ما حضرتك بتقول قبل البطوله حتى ما كانش بيتمرن في اخر تمرينتين ثلاثه مع بيتمرن لوحده. اي التحامات بيشيل رجله. اي ضغط عليه في الكوره مكون مشتركه مع اي حد يشيل رجله، ما عندوش الاصرار ان هو ياخدها زي الاول الآن. ويرقص ويعدي وبتاع. لا مش بنفس الجهد بتاع او نفس الجراءه بتاعت الان يعني. مش جاهز. ممكن ما يكونش جاهز.
لكن عموما عايز اقول لك حاجه والله بجد، انت النهارده بتتفرج على مجموعه من مدارس في الكوره مختلفه طبعا، لازم المدربين واللعيبه تستفيد منهم. اه والله صح، يعني صح. المدرب لازم يستفيد، انت بتدافع ازاي وانت بتهاجم وانت والارتداد بتاع اللعيبه. الكوره دلوقتي المودرن، الكوره الحديثه، ان العشره بيبقوا تحت الكوره، ما فيش بقى حاجه اسمها ده نجم ده مش عارف ده كبير ده، لا كله لازم الانضباط والالتزام تحت الكوره، لازم كله بيدافع. الكرات العرضيه دلوقتي بقت المهاره وبري بالكوره، وبعدين الكره العرضيه هي بقت من صفات الكره الحديثه دلوقتي. الاجنحه يا كابتن اهم حاجه في الكوره دلوقتي. اه يعني من صفات الكوره دلوقتي ان انت الاطراف دي بقى ليها دور. كان الاول الطرف ده طرف، يعني ما تيجي تقول لي ده جناح ايسر جناح ايمن، لا ده هو دلوقتي هو اللي بيعمل كل حاجه، ده هو مطبخ الكوره دلوقتي. مظبوط، هو الاطراف دلوقتي. التحضير، سرعه التحضير بتاع الملعب، ومهما ضغط اللي عنده المهاره، وده التمرينات دي اختلفت بقى. المهاره الكره من رجل الرجل، الكره لازم الاداء الحركي بتاع اللعيبه بعد ما يباص يتحرك، فتلاقي كل اللعيبه قريبه من بعض. بص كل يجمع اللعب جوه وتتحط، ادي هدف ده، ادي الهدف ده بتاع سويسرا ده. شوف انا بتفرج على ماتش الكاميرون، سويسرا والكاميرون. اه اه الكره بالعرض، بتجمع اللعبه جوه الملعب، راحت ملعوبه بالعرض للطرف، الطرف حطها من وان تاتش بالعرض، الراجل حط بطن رجل فيها برضك وان تاتش. فهنا الاداء بيبقى الرقابه بتبقى على انت عارف ان امبولو ده اصله كاميروني، اللي جاب الجول ده اللي جاب الجول اه اصله كاميروني. اه امه كاميرونيه وابوه فرنساوي، ومشي عنده 5 سنين وعاش في فرنسا، وبعدين راح سويسرا اتجوزت واحد سويسري وكان بيقف جون. والله له قصه، كان حارس مرمى، وبعدين جه المدرب وهو صغير قال له لا ده انت عندك مهارات، بقى مهاجم منتخب سويسرا. وهو لعيب، هو كمان المكان التمركز بتاعه في المكان، وحط بطن رجله في الكره بشكل كويس جدا. اه طبعا وهو واقف رجله واحده ثابته والثانيه طايره وحاطط الكره، مفيش اجمل من كده يعني. طبعا صراحة. طبعا بس الكاميرون صادم برضو يا كابتن، اداء الكاميرون صادمه لحق الكاميرون يعني. والله الكاميرون احسن من البطوله الافريقيه 100 مره. يعني الاداء بتاع الكاميرون النهارده احسن من بطوله افريقيه. على فكره كل ما المستوى الفني كويس والمعنوي بقى. بس سامو لقيته حسسنا، قال لك الكاميرون في الفاينل هي والمغرب. لا ده بقى ده حلم بقى، بيهزر تحلم بقى.